صباح الخير يا جماعه. من زمان ما عملتش فلوج في الشارع كده. مين ده؟ مش هتعرف. مش هتعرف انا مغلوب. هو اطول واحد موجود. مش عارف. ده ده الاصل والله. ده الاصل يا جماعه. الناس دي الصوره عندك بتاعتك. هي دي الصوره. نكست اب. احنا الاصل. انا وادهم. ايوه صح. وحازم وهو لفيف. محتاجه اقول لكم حاجه. ان من سنه بالظبط انا كنت في نكست اب اللي هي المسابقه اللي كانت بتطلع كل سنه ناس من احسن القنوات في الوطن العربي. فمن سنه بالظبط زي النهارده انا كنت في نكست اب اللي في لندن, والنهارده في ايفنت اليوتيوب. فانا مبسوطه قوي عشان حاسه ان هي ميموريز وذكريات كده. وبصراحه كل فتره والتانيه مع نهايه كده السنه بحس ان انا محتاجه زقه, سواء ان حد ينسباير مي او يموتيفيت مي, بالذات لما باجي ناحيه اليوتيوب وبحس ان هو انا خلاص بقيت مفيش القوة مفيش الطاقة. ده طبيعي الفترة دي بتيجي لكل الناس. فالنهاردة انا مبسوطة ان انا هشوف كل الناس, صحابي واللي اتعرفت عليهم من اليوتيوب, مش بشوفهم غير في الحاجات دي, وان احنا هنقضي وقت مع بعض وهنتعلم حاجات جديدة ان شاء الله من الايفنت. ندى حازم وادهم يوسف, يا ربي ممنوع تصريح. معك تصريح؟ عبد الله, يحيى, اي حد يا جماعه بتحبوه تلاقوه هنا الا يوسف طبعا, اكيد انتوا مش بتحبوه يعني. فاكر في اللي فات اللي كان في السوفتل كان في نهايه الشوكليت فاند؟ في حال حلت هذه المشاكل وبعد البرفورمانس مانا منيح على الشانل, فينا ساعتها نطلع على يوتيوب اذا في مشكله بالشانل تبعكم بعض التكنيكال ايشوز هذول. ادهم ما طلع فيديو. شو بدي اعمل؟ بدي اخذ قرار. فكروا بمسيره المشاهد خطوه خطوه. بدي اخذ قرار شو بدي احضر. هلا انا عم فتش شو بدي احضر وقد ايه رح احضر. هلا رح فرجيك شخص كمان قطع البنات الوحيدة تقريبا اللي موجودين. استفدنا ايه بقى؟ استفدنا ايه من النهارده؟ استفدنا اللي هو فاهم اللي هو العصبية اللي جواه. الراجل بيتكلم صح حتى لبس في السن. لو انت عايز تخس بقى هنعملها. بس هي فكرة ان الحجوات كده مش مظبوطة. ما هو انت لسه ان بس انا هقول حاجة. انا هقول حاجة قدام الكاميرا عشان اتكلم بجد. انتوا الاثنين ويحيى بجد الكونتنت بتاعكم حلو جدا, وانا شايفة ماشي كويس. رتليهم من الافضل للوحش. اكيد مش محتاج كلام يعني. لا الناس اللي دخلت رتليهم من الافضل للوحش. بحاول ان انا في الايفنت ده بما ان خلاص ناقص تقريبا اسبوعين على نهايه السنه, عايزه اجهزكم للسنه الجديده. اوديكم شويه من الحاجات اللي انا ناويه اعملها في السنه الجديده ان شاء الله. وانا متحمسه قوي. الشمس طويله. ثانيه ارجع شويه. متحمسه قوي للسنه الجديده 2019, وعندي افكار كتيره قوي قوي ناويه ان باذن الله يعني اطبقها. بس فشويه من الحاجات اللي هتشوفوها النهارده هيكون زي كده تريلر او بريمير او ممكن نبذات كده عن الحاجات اللي ناوي اعملها في 2019 ان شاء الله. انت ندى شخصيه فضوليه ولا لا؟ فضوليه؟ مع الناس يعني في حياه الناس؟ مش في حياه الناس لا. طب بس انت عندك فضول. يعني قصدي عندك فضول للحياه. بص انا بحب اعرف اي حاجه. ايوه هو ده قصدي. يعني اي حاجه في الحياه مش اي حاجه في الحياه. ايوه يعني اي حاجه بحب اعرف مثلا دي مين اللي رسمها, مثلا دي شكلها كده ازاي, يا ترى الالوان ايه كده. يعني انت شايفه ان الواحد بالمعرفه. ما بقولك يعني ان الواحد يكون فضول للحياه او للدنيا عامه, فدي حاجه كويسه. لا انا فضولي عامه في الحياه. ايوه هو ده بقى. يعني دي حاجه حلوه ان انت تكون فضولي في الحياه صح. حاجه حلوه. بالتالي هي بتوصلك لفرص. اكيد فضولي ان انا عاوز اعرف الحاجات اللي ما اعرفهاش. اللي يعتبر الفضول الوحش هو الفضول على الاشخاص. لكن اي حاجه ثانيه انت لازم يبقى عندك فضول فيها. انا عاوز اسافر دبي والله عشان اشوف فيها. ايوه صح. او تشوف الموبايل الفلاني بيشتغل ازاي. او هو ده الشيء اصلا اللي بيخليك تعيش في الحياه, انك عندك فضول ايه اللي هيحصل بكره. اصل عشان دايما لما اي حد يقول انت شخص فضولي بتبقى صفه وحشه. لا لا خالص. طبعا اصل دايما يقول لك لما حد يتقال عليه صفه ان انت فضولي اه فهي صفه وحشه.
لا انا بشوف ان الفضول بصفه وحشه لما اخش في مساحه حد الشخصيه, يعني ان انا ادخل في حاجه بتاعت حد شخصي, لكن انا اصلا الفضول هو اللي بيحركني في السفر, يعني ببقى عايز اعرف ثقافات مختلفه تماما عننا, اماكن جديده, اماكن غريبه, فده فضول, بس فضول كويس هيخليك تتعلم وتوسع مداركك يعني. لكن الفضول الوحش من وجهه نظري يعني هو ان انا ادخل في حياه الاء مثلا, اقعد اسال اسئله شخصيه هي مش مدياني مساحه. دي حاجه لو ما كنتش فضول مش هتتطور. بس عادي حلو ان انا كل الناس فهموا بجد ان انا قصدي فضولي في الحياه مش فضولي في تدخل في شخص, في الناس يعني في حياه الناس. بس انا بحب اسال كتير يعني, ممكن يكون الدكاتره بتكرهني في الكليه والله, او بس انا شخصيا شايف ان دي نقطه قوه اكتر, مش عارف بترخم شويه, بس انا ببقى عارف امتى الدنيا رخمت. تقريبا خلاص خلصنا الايفنت, وقال انا كنت بتكلم فيه وانا عايز اعرف انتوا رايكم ايه في موضوع ان انت تكون شخص فضولي. واللي عجبني انه كله فهم بجد ان انا قصدي فضول كفضول في الحياة, فضول مع الدنيا وفضول مع العلم, مش فضول في حياتك او تدخل في حياة البشر. قولونا مصر الجميلة. اليوم خلص, بعدين المفروض الوقت هنروح عشان اللي جايين من يوتيوب طبعا ما كانوش في مصر اول مره ليهم ينزلوا مصر, فعاملين لنا كده زي خروجه كده, هنخرج مع بعض عشان يلفوا في مصر ويشوفوا الدنيا شويه, نفسحهم كده من الاخر. بس يوم حلو الحمد لله, انا مبسوطه وحاسه ان انا كنت محتاجه الموتيفيشن ده, كنت محتاجه التحفيز ده. وهقول لكم حاجه بصراحه دايما استفيدها من الايفنتس دي جدا, حاولوا نفسكم بناس يعني بيشاركوا نفس الاهتمام اللي انتم بتشاركوه, عشان فعلا هيفيدكم جدا. قبل ما اروح يعني البيت قلت اعدي على اصحابي عاملين كريسمس بارتي كده, فقلت اعدي عليهم بسرعه جدا اروح اسلم عليهم. ما احبش الاسانسيرات وانتوا عارفين, بسم الله. المهم ما خرجناش عشان حصل كده ظروف فاجلنا الموضوع, فقلت اعدي على اصحابي بسرعه قبل ما اروح, ما فيش هقعد هسلم عليهم وامشي يعني. هاي قصور ما بتاكلش, ما خدتكش انت, ما لقطتكش انت بتاكل. لا بس برافو يا جماعه, انا ام براود بجد. مين عامل ايه؟ ميري كريسمس يا أرقور. شكرا فرح وميريام, ميري كريسمس. مين تاني يقول لي ميري كريسمس؟ كارن. لا كارن ميري كريسمس يا فرح. بس دخلت في المومنت. ميري كريسمس. مصطفى حلو الاب. جو ميري كريسمس. ثانك يو يا جو. العفو العفو. مش بشكرك انت يا مصطفى. جماعه ميري كريسمس ليكوا كلكم. مصطفى انت مش ليك, انت مش ليك ليهم هما. هو كده مش ميري كريسمس, مش ليك الكريسمس ليهم هما. بعد يوم طويل مش قادره. يا رب تكون النهارده استفدتوا اي حاجه, او يعني بدات ان انا اخليكم تستعدوا للسنه الجديده, او الحاجه البروجكت اللي انا ناوي اعمله الجديد يعني ان شاء الله. وبس ان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديو اللي جاي, وكل سنه وانتم طيبين, وميري كريسمس لكل الناس اللي متابعيني من المسلمين والمسيحيين يعني. ميري كريسمس. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.